هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه، وحج في طائفة من أهل الشام، وفي الطواف الزحام شديد، فكان لا يقدر على استلام الحجر الأسود. فلما انتهى من طوافه وسعيه جلس، يعني جعل له، نصبت له، نصب له مجلس قبالة البيت، فجلس وأطاف به أصحابه من أهل الشام، وكان فيهم الفرزدق الشاعر المشهور وشاعر بني أمية. فجاء رجل هو علي بن الحسين زين العابدين، وكان من أجمل الناس صورة ومن أطيبهم ريحا، فجعل يطوف فإذا دنا من الحجر الأسود وسع الناس له ليستلمه. فرأى ذلك أهل الشام، من هذا الذي يعظمه الناس أكثر من تعظيمهم لأخي الخليفة أو أخي الخليفة، لابن الخليفة أو أخيه. فقال بعض أهل الشام: من هذا؟ هشام بن عبد الملك يعرفه، ولكنه كره أن يقول فلان يعني ينطلق إليه أهل الشام. فقال: لا أعرف، لا أعرفه. فقال الفرزدق: ولكني أعرفه. فقال الشامي السائل: من هو يا أبا فراس؟ فقال قصيدته المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه. يعني انت ما تتعرفوش، هذا بيت الله تعرفه، البطحاء والدنيا والأرض والجبال. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا النقي التقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن مثلها عرب الإسلام والعجم. يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم. ركن الحطيم الحجر الأسود، إذا جاء يستلمه الحجر يكاد يمسكه كف علي بن الحسين، ماشي هو اللي الحجر، هو غادي يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، صلى الله عليه وسلم. وليس قولك من هذا بضائره. شكون هذا؟ تقول شكون هذا؟ كم تدروا كي أنت؟ عيب أن مثل هذا في قومك وتقول ما نعرفوش. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. مشتقة من رسول الله نبعته، صلى الله عليه وسلم، طابت عناصرها والخيم والشيم. من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. يستدفع السوء والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. إذا قيل من، إذا انعد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. فغضب هشام بن عبد الملك وحبس الفرزدق، فهجاه الفرزدق. طبعا الفرزدق سيج، يعني هذا أمير، ولكن هذا كرا شاعر الخليفة بنفسه، هذه ولد ولا أخوه ولا ذاك راه شاعر الخليفة، فهجاه. ولما حبس الفرزدق، لما حبس هشام بن عبد الملك الفرزدق، بلغ ذلك علي بن الحسين، فأرسل إلى الفرزدق باثني عشر ألف درهم، وقال له: عذر أبا فراس، لو كان عندنا أكثر منها لبذلناه لك. فقال له الفرزدق: والله يا ابن بنت رسول الله، ما فعلت إلا غضبا لله ورسوله، وما كنت لأرزأ عنها عليها شيئا، ما بغيتش الفلوس. فردها إليه علي زين العابدين وقال له: قد علمت أن أهل بيت لا نعود فيما أعطينا، وقد علم الله، وقد رأى الله مقامك وعلم نيتك، فخذها بارك الله لك فيها. فقبلها حينئذ، وقال يهجو هشاما قصيدة مما قال فيها: أيحبسني بين، لأنه حبسه بين مكة والمدينة، لا هو في مكة ولا هو في المدينة. فقال له: أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم تكن رأس سيد،
وعينا له حولاء باد عيوبها.